اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية. العقول المصريه وشبابنا افكارهم لا تنضب ابدا، افكار دايما من شانها ان هي تغير في حياتنا وفي المجتمع للافضل. النهارده معانا اربع مشاريع بافكار مختلفه لطلاب اتخرجوا من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل في الجيزه. بيناقشوا الاربع مشروعات على الرغم من اختلافهم، لكنهم في النهايه بيتكلموا عن المشكلات اللي ممكن تبقى موجوده في محطات السكك الحديديه والقطارات الحديثه والتحكم في الاجهزه اللي بتشتغل بشكل آلي علشان تتجنب الحوادث، تتجنب او تحافظ على الركاب، تزود من نسبه الامان في هذه الوسيله، وسيله المواصلات اللي كلنا اكيد بنستخدمها، هي وسيله مهمه جدا. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الكرام ويشرحوا لنا مشروعاتهم. يوسف هاشم، اهلا يوسف. يحيى ابراهيم، اهلا بيك. ابرام توفيق، اهلا يا ابرام. وخالد يوسف، اهلا بيك. اهلا بيكم جميعا. مشروعات كلها بتخدم تطوير هيئه السكه الحديد. هبتدي بيك يا يوسف، مشروعك خد جايزتين في مسابقات بعد كده بعد التخرج، يعني شاركت فيهم. اشرحي لنا فكره المشروع. المشروع جيروسكوبيك مونوريل، ان احنا نوفر في البنيه التحتيه بتاعه السكه الحديد، ونخلي القطر بدل ما هو بيمشي على اتنين قضبان يمشي على قضيب واحد بس، يبقى مونوريل بس بتوازن تلقائي على القضيب الواحد ده. ده بيعمل ايه بقى؟ بيرفع نسبة الامان؟ دوت هيبقى بيوفر في التكاليف بتاعت انشاءات الخط. وعندنا مثلا لو خط مفرد بيمشي عليه القطر في اتجاه واحد بس، ومحتاج ان هو يستنى او يخزن في محطة تانية عشان يبقى قطر تاني يجي في الاتجاه المخالف. فلما يبقى الفكرة دي تنفذ هيبقى كل قضيب يعتبر خط لوحده، يعني قضيب واحد بس بدل ما القطر بيمشي على اتنين من القضبان، فاحنا بنوفر دلوقتي بالزبط. بنزود عدد القضبان وبالتالي عدد القطارات. بالظبط. وفي برضك نظام تحكم آلي، قياده آلية. دي صوره المشروع، ده فيديو بيوضح يعني توضيحي للمشروع بتاعك. ده فيديو للمونوريل. وفي فيديوهات تانية برضو يعني بتوضح برضك اكتر. للجيروسكوب بقى، في للجيروسكوب، الجيروسكوب ده جهاز بيقوم بعملية توازن تلقائي. الجيروسكوب ده بيبقى موجود في الطيارات والمركبات الفضائية وكده، فيمنع الحوادث يعني. فيمنع ويخلي القطر متزن، ما يميلش وهو على قضيب واحد بس. عظيمة الفكرة. طيب يحيى، فكرة مشروعك برضو متعلقة طبعا وبتخدم السكة الحديد. ايوه طبعا. بس احنا يعني شفت المشاكل اللي قابلتنا على مرور مثلا 10 سنين سابقه، زي مثلا الازدحامات على الرصيف، قله الوقت، التقاطر ما بين القطارات، التاخير في الاوقات، الحوادث اللي بتحصل بسبب فصل جهاز معين. طب ايه فكره المشروع؟ فكره المشروع كانت عباره عن ان انا اطور نظام مراقبه وتحكم جديد، بحيث ان هو يبقى ادابتيف مع ظروف التشغيل، وفي نفس الوقت يمنع حكايه ان انا افصل الجهاز دي. فاول ما افصل جهاز التحكم الالي دوت، انا بمشي زي ما بتقولي كده مغمض، محدش تلقائي، يعني مش محتاج تدخل بشري تقصد؟ لا، هو النظام اللي هو حاليا شغال هو نصف الي، بيحتاج تدخل بشري. انما انا اللي عامله هو نظام فول اوتوميتد دوت، بيبقى متصل بالتاور سيجنالز او ابراج الاشاره، وفي نفس الوقت متصل بالكويلز الموجوده على السكه اللي هي بيلقط منها الاشارات. يبدا حتى لو في كويل في فيلير، يقدر بقى يتنبأ بالاشاره ديت عن طريق الكويل اللي قبله واللي بعده والاتصال ما بينه وما بين البرج، فما يحصلش اي يعني دروب. تقصد ان كل اجهزه الاشارات تبقى مرتبطه ببعض، بحيث لو واحد فصل بالزبط. يلقط اشارات من الاجهزه الثانيه، يعني زي باك اب وريدندنسي وكده. وفي نفس الوقت برضو النظام الباور سبلاي، يعني مثلا لو جينا نبص في ال ار تي او المترو، بيبقى معتمد على نظام باور سبلاي واحد اللي هو السيرد ريل او الاوفر هيد كاتينري. ايه الباور سبلاي؟ باور سبلاي ده اللي هو نظام امداد الطاقه. انا عندي مثلا بيبقى فيه بانتوجراف او كفه كده بتاخد الكهرباء. طب افرض حصل فيلير في النظام ده، عملنا بقى نظام ريدندنسي تاني ببطاريات، بحيث ان هو يقدر يمشيه فتره، وبعدين اول ما يرجع النظام الاساسي او المين باور سبلاي يبدا يشحن البطاريات ديت تاني، وعشان يقدر يكمل. ما حصلش عطال يعني بالزبط. في السير وما تعطلش التقاطر وكل هذه الامور. تمام. تالت حاجه بقى في مشروعنا، قللنا نظام التقاطر جدا، فاتاحيه الاطارات زادت،
ما عادش فيه هيبقى فيه زحمة على القطارات، يعني مثلا مش هيبقى فيه تزاحم على قطر واحد أو على رحلة واحدة في رحلة تانية جاية، يعني مثلا هيبقى فيه 5 دقايق أو دقيقتين ما بين كل قطر، فمش هيبقى فيه زحمة والازدحام هيفوتك القطر ده يركب اللي بعده، مش بالظبط هتأخر يعني، بالظبط مش هتعدي وقت أيوه كبير. بالظبط. فكرة محترمة جدا. في إضافة تاني في في الفكرة؟ بقى يعني مثلا كالحاجات اللي بتعدي على مناطق سكنية أو على حاجة في مزلقانات بقى ولا بالظبط، هو فكرة مشروع مزلقان بس مزلقان مطور، بحيث ان هو ياخد النظام ده الطاقة بتاعته جرين انرجي عن طريق السولار بانلز والباتري كمان وكده. يتحافظ على البيئة، يعني تبقى تمام صديق للبيئة كمان. تمام ما شاء الله فكرة محترمة جدا جدا. الله طيب يخليك، شكرا. إبرام، انا المشروع بتاعي بيتكلم عن جهاز التحكم الموجود في السكة الحديد. احنا بعد ما درسنا اجهزه انظمه التحكم الموجوده في السكه الحديد، درسنا كمان انظمه التحكم الموجوده في المترو والLRT اللي هي الانظمه الحديثه اللي بتتطور والمشاريع الجديده اللي بتتعمل، بيكون نظام التحكم فيها آلي كامل. لكن في السكه الحديد النظام نصف آلي. عندنا في السكه الحديد عباره عن جهاز، الجهاز ده بيبقى موجود جوه القطر وليه مكونات. المكون الرئيسي في الجهاز ده كمبيوتر، الكمبيوتر اللي جوه بياخد اشاره من ملف بيكون في الجرار من اسفل الجرار، وبياخد اشاره تاني من السكه عشان يبقى عارف معلومه السكه. الاوردر اللي بيديه يعني ايه معلومه السكه؟ يعني اتجاهه يعني على القضبان؟ لا يعني انت قدامك قطر على مسافه قد ايه، انت هتقف هتمشي بسرعه معينه، هو بياخد الاوردر بتاع السرعه وبتاع المكان الوقوف من الاي تي سي اللي في الارض. ده اللي عندنا في السكه الحديد. ازاي الجهاز بيتعامل مع السيجنال دي؟ بيتعامل معاها ان هو لو اتجاوزت السرعه بتاعتك انا هربطك، لكن انت كسواق انت اللي بتتحكم، انت اللي بتمشي، انت اللي بتوقف، كل ده مش مانوال هيبقى كنترول. متروك للسائق يعني، اخطاء برضو عشان نتفادى الاخطاء البشريه. ده بقى فكره المشروع بتاعنا، ان انا اخد من سيستم كبير زي سيستم القياده الالي اللي هو الاي تي او اللي هو الاوتوماتيك ترين اوبريشن الموجود في المترو والLRT، واخد السيستم ده احطه عندي في السكه الحديد في الجهاز. سيستم في المترو والLRT عباره عن سب سيستمز صغيره، سيستم مخصوص للمراقبه، سيستم مخصوص للبروتكشن للحمايه، سيستم مخصوص للقياده، وكمان سيستم للريجوليشن وتنظيم الجداول. في السكه الحديد مفيش السب سيستمز دي، فانا عندي جهاز، ازاي اغير في الجهاز ده؟ دي فكره المشروع، ان انا اغير الكمبيوتر واخد نفس السيجنال اللي عندي وادي للكمبيوتر اوامر بالاوردر بتاع الاي تي او ان انا همشي وهوقف. هل الفكره دي ابرام مكلفه يعني انك تغير السيستم كله في السكك الحديد، ولا هو مكمل للي موجود اصلا؟ احنا بعد ما عملنا دراسات للسيستم الموجود والسب سيستمز الموجوده في السكه الحديد مقارنه بالسب سيستمز الموجوده في المترو والLRT، وصلنا ان احنا عشان ننفذ فكره زي دي فعلا في الهيئه هنغير بس في الكمبيوتر. الكمبيوتر بيبقى عباره عن كذا جزء، جزء لتشخيص الاعطال، جزء لتسجيل الرحله، جزء للتحكم، جزء لاستقبال الاشاره. يعني مش هنغير اللي انا الاجهزه، هغيره راك واحد بس في الكمبيوتر متسجل عليه الاوامر بتاعتي، انا هغير في الاوامر دي. الموضوع كله هيبقى هاردوير بسيط، مجرد حاجه زي كيسه كمبيوتر وسوفت وير يتحكم في النظام. يعني الموضوع سهل مش مكلف يعني. مش مكلف خالص، واحنا عملنا دراسات للمشروع ان هو يتنفس في الحقيقه، وكل المشاريع بتتاخد الدراسات بتاعتها وبتتعرض على وزاره النقل وعلى الهيئه وبيراجعوا المشاريع دي، ولو في امكانيه للتنفيذ المهندسين بيدوا امكانيه للتنفيذ وبتتنفذ فعلا هي. ما شاء الله انتوا عاملين دراسات يعني، في اليه كمان للتنفيذ آلية الموضوع. طيب خالد يوسف. انا المشروع بتاعي مختلف شويه عن مشاريع زمايلي، فانا المشروع بتاعي بيهدف زياده معدلات الامان والسلام على الافراد. فانا المشروع بتاعي بيتكلم عن السيفتي بلاتفورمز اند ريوسنج باور كونسبشن. ده مشروع بيقلل الحوادث اللي بتحصل على ارصفه المحطات. ازاي بقى؟ عن طريق ان احنا ابتكرنا نظام بوابات بتبقى على ارصفه المحطه على حافه الرصيف. الوضع النورمال بتاعها ان هي بتكون كلوزد اصلا. لما القطر بيبدا يدخل المحطه ويستقر على الرصيف بيبدا ان هو بعد زمن معين بتفتح بس بعد استقرار القطر على الرصيف استقرار تام. ده معمول بيه في قطارات بره اصلا معمول في دول مختلفه، موجود في الصين، سنغافوره، لندن، موجود. مظبوط. احنا طورنا الفكره عندنا في المشروع بتاعنا ان احنا على مسافه الاقتراب من القطر من المحطه هنبدا ان احنا نشغل ارمز في المحطه عباره عن انذارات ضوئيه وسمائيه. تمام. زودنا المشروع، ما اكتفيناش بس بالفكره، عملنا نظام تتابع. الاشارات دي نفهم واحده واحده. الاشارات دي هتعمل ايه يعني؟ مع اقتراب القطر للرصيف هيبقى في اشارات عشان الباب يفتح قبل ما القطر يوصل؟ الباب يفتح الركاب تستعد ان هي تركب القطر. اوكي تمام. في الركاب يعني الباب ما اصلا مقفول يعني كلوزد، فما فيش الراكب مش عارف ان القطر داخل ولا مش داخل. بيبقى فيه لوحات عليها زمن التقاطر والقطر قدامه قد ايه ويوصل. موجود بس انا بتكلم في الفكره ان هي هتطبق في مصر يعني.
تمام، فالفكره مش موجوده عندنا. غير كده البوابات عندي اصلا جلاس، شفاف ازاز، ممكن اي نوع ماتيريال تاني يكون شفاف. انا الفكره عندي ان انا زودت الماتيريال اللي انا اللي هيستخدم هيبقى شفاف غير الازاز يعني؟ ازاز، اي ماتيريال تاني. طيب. شفاف تمام وات ايفر يعني. طب يعني هي افكار محترمه طبعا جدا، بس يعني الفكره دي برضو معمول بيها في دو يعني فكره اصلا اللوحات اللي عليها تقطر هي موجوده اصلا في مصر؟ هي الفكره نفسها مش اللوحات، الفكره نفسها في السكرين دورز. موجوده برضو بره مصر يعني؟ بس يعني احنا مش موجوده في مصر، احنا اتطورنا عليها بالانذارات السمعيه والضوئيه. ما اكتفناش بكده، عملنا نظام تتابع للاشارات، نظام ارتباط الكتروني محاكي تماما للسيستم بتاع الشركات الاجنبيه اللي بتنفذه في مصر. على كل انا سعيده جدا انه الافكار والمشروعات دي مصريه 100%. يعني احنا لما نحتاج نطور اي حاجه عندنا في سكه الحديد او في غيره، احنا عندنا افكار محليه الصنع، شباب مصري هو اللي بيفكر وبينفذ وعنده اليه التنفيذ. يعني يتوقف الموضوع بس على انه يتنفذ بالفعل على ارض الواقع، وما نرجعش نستورد بقى تكنولوجيا من بره. الافكار عندنا والعقول عندنا والايدي العامله عندنا وكل حاجه عندنا في مصر. انا بشكركم، نورتوني وشرفتوني، سعيده جدا بيكم، بتمنى لكم كل التوفيق. ضيوفي الكرام يوسف هاشم، يحيى ابراهيم، ابرام توفيق، وخالد يوسف، كل الشكر على وجودكم معانا النهارده. شرف لينا، شكرا.